يعني من يوسف والتكريمات في يوم تفوق جامعات مصر، ليوم آخر مميز واستثنائي وهو احتفالية وزارة الأوقاف، لأنها بالأمس شهدت الاحتفالية دي اللي كانت بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فشهدت تكريم لعدد من العلماء والأئمة والقراء والواعظات أيضا. أكيد من بين المكرمين أو من بين المكرمات الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، واللي بتنضم لنا على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. صباح الخير، أهلا وسهلا يا أستاذة منى، أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد، كل صباح الخير عام يا دكتور، وحضراتكم بألف خير. مبروك حضرتك عليكي بصحة وسلامة التكريم، يا رب. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، ألف شكر. قولي لنا بقى، شفتي ازاي تكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في احتفالية المولد النبوي الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة فخورة، يعني شايفاها هي دي مصر اللي العالم كله عرفها واعتدى عليها. تكريم فخامة الرئيس امبارح لواعظة من واعظات وزارة الأوقاف بيؤكد على اهتمام وإيمان الدولة المصرية بقيمة ودور المرأة المصرية. وفخامة الرئيس من 2017 في الحقيقة أن عمل عام 2017 عام المرأة المصرية، وبدأ الـ يعني دور المرأة يظهر في المجتمع، يعني حتى أننا نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية. الحمد لله، من فضل الحمد الله لله. التكريم دوت يبين الاهتمام بدور المرأة المصرية وبدور المرأة المسلمة في تنمية المجتمع. الحمد لله، من فضل الله، يعني احنا الأول كنا بنقول بندور على أرض صلبة نقف عليها، لحد ما جه يعني معالي وزير الأوقاف وعمل للواعظات دور وشكل ومكانة، يعني شكل بالزي اللي ظهرنا بيه امبارح كواعظات. وقبل كده الحمد لله من فضل الله احنا بقالنا حوالي سنتين بنرتدي زي موحد للواعظات. تم صحيح، الاهتمام ومش فكرة زي بس يا دكتورة، يعني يمكن احنا كان لينا شرف اللي احنا نستضيف مجموعة منكم هنا في صباح الخير يا مصر، الحمد لله، وشفنا يعني ازاي بتنتهجوا الفكر الوسطي وازاي اللي انتوا بتحببوا الناس في من الدين الاسلامي، دي حقيقة يعني. صحيح، لكن الحمد عاوز لله اعرف، من فضل الله. اتفضل حضرتك. يعني عاوزين نعرف بس من حضرتك يا دكتورة، هل كنت تتوقعي هذا التكريم؟ واحساسك وشعورك لما بلغتي ان هيتم تكريمك من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا طبعا، انا ما كانش عندي توقع، لان كل الواعظات الحمد لله رب العالمين على مستوى عالي زي ما حضرتك قلت، من الحمد لله الفكر والتدريب، ومعالي الوزير من 2017 بقول لحضرتك واخد الموضوع يعني مظهر وجوهر. صحيح. فالحمد لله من فضل الله دخلنا كلنا دورات تدريبية كثيرة وتأهيل، فكل الواعظات الحمد لله من فضل الله على مستوى عالي جدا جدا من التأهيل والفكر والعمل الدؤوب على أرض الواقع. فيعني أنا واحدة من الواعظات الكثيرات، فأنا ما كنتش متوقعة أن أنا هكون من المكرمات، لكن فرحة طبعا وفخر وسعادة وإحساس كده بقيمتي في المجتمع، الحمد لله من فضل الله. أعتقد يعني إنكار الذات ده الحمد هو سر لله، النجاح الحقيقي ليكوا يعني. الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. ويعني يمكن انا يعني عندي فرحه كمان ان 2024 هو عام الواعظات، وده يعني معالي الوزير الاوقاف اعلن ان 2024 هيكون عام الواعظات، وهيكون في مؤتمر يعني بالكامل، مؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه العام القادم، هيكون عن دور المرأة، دور الواعظة، المرأة المصرية كواعظة في المجتمع. والحمد لله من فضل الله دورنا ما اقتصرش على القطر المصري، بل امتد بأن معالي الوزير أرسلنا كمرافقات لبعثة الحج، سافرنا قبل كده إلى السودان، عملنا هناك كيف يكون نقلنا تجربة مصر في التعايش السلمي، وفي إزاي بنتعايش كلنا مع بعض
في منظومة رائعة من الحب والسلام. معالي وزير الأوقاف عمل بروتوكول ما بين وزارة الأوقاف وما بين المجلس القومي للمرأة وما بين الهيئة الإنجيلية، فنزلنا على أرض الواقع ماسكين إيدينا في إيدين بعض، واعظات مع السفيرات، مع مكرسات، طيب مع خادمات. تخصيص عام 2024 عام للواعظات، ازاي هيتم تأهيل الواعظات الجدد، ازاي هيتعاملوا وازاي هيتم إعادة تدريب الواعظات القدامى المحترفين واللي بيوعظوا بمنتهى الود وبيوعظوا بمنتهى الحب وبمنتهى العلم، ازاي هيتم إعادة تأهيلهم وازاي هيتم إعادة او ازاي هيتم تأهيل الواعظات الجدد؟ لا استاذه منى، هو ما فيش حاجه اسمها اعاده تاهيل. احنا اعاده من تدريب لا ولا اعاده تدريب، احنا من 2017 للنهارده لا تتوقف الدورات التدريبيه سواء للقدامى او للجدد. يعني القدامى شغالين على طول على في تنميه للفكر مستمر، تنميه عندنا احنا شايفين ان دائما في تطور في المجتمع، في تطور ازاي نتعامل مع الشباب، ازاي نواكب العصر، الفضاء الالكتروني، ازاي كل الكلام ده احنا شغالين. يعني القدامى شغالين والجدد بيخشوا على اكاديميه الاوقاف الدوليه، بيبداوا الدورات زي ما احنا بدأنا في الأول، ثم يبدأ نفس التطور اللي حصل معانا يبقى مع جدد. يعني معالي الوزير أو الوزارة شغالة مع الجدد ومع القدامى بنفس المنهج، إن في تدريب مستمر للجميع. إذا ماذا سيحدث في 2024؟ أو 2024 هيبقى عام الواعظات، فهيبقى الشغل كمان مكثف عن ما هو موجود عليه الآن. خلي بالك حضرتك، احنا في قوافل دعوية مستمرة طوال العام للواعظات، بننتقل من محافظاتنا إلى محافظات أخرى. صحيح. بننضم من الواعظات الموجودة. يعني أنا الحمد لله من فضل الله سافرنا أسوان، بني سويف. وهو ده دوركم يا دكتورة، دوركم التوعية، دوركم توعية، وعليكم مسؤولية كبيرة. وإن كنت حضرتك بتتحدثي على إن عام 2024 هو عام الواعظات، فأعتقد مسؤولية كبيرة ودور أكبر ملقى على يعني أكتافكم، لكن إن شاء الله أنتوا قد المسؤولية من خلال الفكر التنويري الوسطي اللي إحنا شفناه، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقكم دايما. بنشكرك دكتورة وفاء عبد السلام، إحدى المكرمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف بالأمس.